السلام عليكم متابعي قناة ألف سبور في لقاء جديد وهذا العدد ديال الرياضات اللي نادرا ما كيتكلم عليهم الإعلام. وحنا في قناة ألف سبور توعدنا على أننا نتكلموا على هذه الرياضات هذه ونقدموهم للجمهور. واليوم حنا سعداء باش نستضيفوا السي أحمد الصويري رئيس جمعية إكس جيمز إكس ألعاب. سي أحمد مرحبا بك. مرحبا بالأستاذ كريم. ممكن تكلمنا بعدا في الأول على هذه الجمعية إكس جيمز؟ علاش سميناها إكس جيمز؟ نعم. هذه الرياضة ديال لاسوسي. بعد أول حاجة كنشكروك مرحبا على الاستضافة في داخل باطو أنفاس. إكس جيمز هي إكستريم جيمز، الألعاب التحدي أو سبور إكستريم في العالم، هذا هو الاسم ديالها إكستريم سبور. شنو هي هاد الرياضات؟ سبور اكستريم. هاد الرياضات فيها سكيت، غولوغ، بي ام اكس، هاد البسكليطات اللي كيلعبوا في طريق. ملي تفسر لينا تاع غولوغ وهاد سكيت وهذا ماشي كلشي تيفهم. داكو لي غولوغ هما دوك اللي كيتلبسوا، لي سكي اللي كيتلبسوا اللي عن الرويد. نعم. ولي سكيت بورد هما دوك السكيت البلونش وفيها اربعه ديال لي غو. والبي ام اكس هما البسكليطات الصغيورين اللي كيطلعوا في ترامبلان وكيدوروا وكيدوروا البسكليط باش حتى المشاهد يعرفها شنو هي. و 30 متر معروفه الباركور هما دوك ياماكازي اللي كينقزوا السطوحه. هادو كلهم رياضات ديال الاكستريم ورياضات الشارع. وهذا الشيء كامل تاسس في كاليفورنيا من غير الباركور اللي خرج في لا فرانس. كاليفورنيا في امريكا. كاليفورنيا في امريكا في 1976. 76. انتم الجمعيه ديالكم في الحي المحمدي، شحال وصلتوا تاع المنخرطين دابا؟ في الحي المحمدي كان بدينا ب 26 ووصلنا ل 116 منخرط ما بين الحي المحمدي وعين السباع ورشنوار. هادو كلهم اللي كانوا عندنا الطاقات اللي كانوا الوليدات. وانتم سي احمد انتم المؤسس ديال الجامعه الملكيه المغربيه للرياضات الحضاريه اللي كتدخل فيها هاد الالعاب اللي تكلمت عليها. تماما. امتى تاسست الجامعه؟ الجامعه تاسست في الهيئه الوطنيه، تاسست في الاخر ديال 2017 والجامعه تاسست في 2018. وكاين شي انشطه وطنيه على الصعيد الدولي؟ من قبل كنا كنديروا الانشطه ديالنا قبل تاسيس الجامعه. قبل تاسيس الجامعه كنا كنشتغلوا بشكل شهري. كل جمعيه كتانفيتي لي زاسوسياسيون اخرين من المدن الاخرين وكنمشيو كما كيقولوا نكبروا بها باش ننجحوا هذاك الايفينمون اللي دارت قدام السلطات قدام الميديا. نعم. وهذا من بعد كل واحد استطاع انه يطور راسه براسه وانه يمشي في الدومين ديال السبور اكستريم في المدينه ديالو. نعم. مع لي سبونسور ديالو. والحمد لله نظمنا تظاهرات اللي هي وطنيه ودوليه في مدينه الدار البيضاء في المغرب. من بعد جات الفكره اننا نجمعوا ونأسسوا جامعه ملكيه للرياضه الحضريه. وتأسست الجامعه في 2018 وجاء رئيس الجامعه لحد الان. من 2018 ل 2021 ما كاين حتى شي حاجه. كنتفاجئوا ان الرئيس بدل الاعضاء ديال المكتب جوج مرات ولا ثلاث مرات بدلهم. يعني وقعت حاجه الانشطه وقفات التيار انقطع. لا الانشطه ما بقاوش. ولكن انتم كانديه واخا الجامعه ما تنضمش ولكن انتم كانديه ممكن تنظموا انشطه. تماما. يلا نظمنا سميتو ايفينمون ديال بي ام اكس وترونتينات بشكل اللي هو ودي. تجمعوا الوليدات كيتجمعوا في واحد الساحه اللي هي ساحه الرشيدي. ارتأى الصديق ديالنا جا من لافرونس انه غيعطي ماتيريال قال نحفزهم بهذيك المعدات وهذا مجموعين غيتريني وغيتريني والله ما يتريني وياخذ هذا الشيء اللي جات الفكره ودارت الحمد لله. غير هو كما كتعرف ان كاين واحد المنحه من وزاره الشباب والرياضه الجامعه كتعطل الجامعه المنحه اللي هي تقدر ديفلوبي بها السبور في المغرب. نعم. ريتاما يطور القضيه. شحال كتوصل المنحه؟ 2019 كانت 300 ديال 2020 300 مليون 2019 كذلك. وهاد المنحه واش كيستافدوا منها الانديه؟ لا ما كيستافدوش من الانديه. انتم مثلا انتم ناخذوا النادي ديالكم اكس جيمز؟ لا عمري ما اكس جيمز. واش ما عمركم توصلتوا بشي منحه من الجامعه؟ لا مده ثلاث سنوات ما خداوش. ماشي غير الجمعيه ديالنا كاينه تقريبا 19 جمعيه عمرهم استافدوا من هاد المنح من غير واحد ربعه ديال الجمعيات اللي هما مع الرئيس. انتم في الانشطه ديالكم علاش كتعتمدوا على حنا رجعنا المنخرطين ولا يعني مستشارين ولا حنا كنا كنشتغلوا هذاك الشيء كما من قبل. كان البلي باغ ديال الوليدات ما عندناش ماطير بحال بحكم انا كنسكن في حي اللي هو حي شعبي الحي المحمدي.
انا كنحاول نشري المعدات باش نجيب هاد الوليدات ونطور الرياضه في ديك الحي ديالي. يعني اما دابا الحمد لله راه وجد الماتيريال ولاو الشركات ديال هاد المعدات الرياضيه من تانغولور والسكيت والبيميكس وجد وبثمن اللي مناسب زعما اي واحد يمكن يشارك. اذا الرياضه هذه ممكن نعتبروا هذه رياضه شعبيه ماشي نخبويه. شعبيه. لكن ما قلتي في الاول هذه الانشاء ديال هذه الرياضه هذه كان ضد على هذيك الرياضه ديال النخبه ديال لي موطو. تماما مزيان ملي قلتي هذه الفكره في كاليفورنيا في 1900 في امريكا. باش نسموا كاليفورنيا في الدار البيضاء. لا لا في امريكا. تقريبا تا هما نفس البيئه. كاليفورنيا امريكا. في امريكا في 1976 كان علاش سموها بي ام اكس؟ الاسم ديالها بايسيكل موتو كروس. غير هما صغروها بي ام اكس. كانت واحد الفئه ديال الناس فوق من الطبقه المتوسطه كيلعبوا بالموتو كروس. يعني وهذوك وكانت واحد الطبقه اللي فوق من تحت من المتوسطه ناس فقراء ما فعلهمش قالوا شنو نديروا اخترعوا هاد الرياضه يعني الرياضه الشعبيه بايسيكل موتوكروس بايسيكل موتوكروس بايسيكل موتوكروس يعني بايسيكل دراجه تماما واخترعوا نفس لي فيغيو اللي كيديروهم في الموتوكروس كيديروهم بالبايسيكل بالبي ميكس. هذا هو واش هاد الرياضه متواجده في جميع جهات المغرب تمام متواجده ولا غير منحصر في شي مدن؟ لا صراحه في كل في اي مكان اي مدينه في اي اقليم كنلقاو لي غولور وكنلقاو السكيت وكنلقاو البي ام اكس. اذا شحال وصلنا تقريبا العدد في الاجمالي ديال هاد الانديه هادي؟ العدد الاجمالي كاين 50 الجمعيات هادو اللي كاينين على المستوى الوطني. هذا في المستوى الوطني من وجده 50 من وجده حتى لليوم دابا في الداخله عدد قليل. ومن قبل راه كانت غير ثلاثة ديال الجمعيات. يعني جمعيات يعني من قبل كانت غير في الدار. وعندنا شي عندنا شي ابطال نيت شي اسماء ممكن تذكرهم؟ الابطال كاينين مثلا في الغولور كاين ايوب غريب كاين حمزه حداد كاين ياسين محسن كاين عدد كبير ديال الابطال ومغاربه اللي كانوا كياخذوا البطولات الوطنيه وكيجوا الاوائل. وكذلك في السكيت كاين حميد ابو العيد كاين حنوتا كاين عدد كبير ديال السكيت كاين مهدي انيس كاين نسيم شهاب اللي في الديار المجر اللي كيمثل المغرب في فرنسا وكاين عندنا قماز كذلك في كندا. عندنا عدد اللي هو كبير ديال الابطال اللي لانهم مستعدين انهم يضاهيوا الدول ويهزوا الضرب. اللي تنعرف انا واحد العدد ديال الابطال المغاربه اللي هاجروا للخارج تماما. واش كيلعبوا دابا هذوك الابطال واش كيلعبوا اسم المغرب ولا الدول اللي احتضنتهم؟ هذا السؤال كيبقى يرجع لهم هما. انا ما صراحه ما نقدرش ندخل. ما عندكش علم؟ لا ما عندكش علم. هما فعلا العدد اللي كبير اللي مشى لديار مهجر وهذاك الشيء اللي كانوا بغاوه يلقاوه هنا ما لقاوش امكانيات ما لقاوش اللي غيمولهم ويحتضنهم بهذا المعنى ومشاو. واش كاين شي رياضي اللي تجنسوا خذوا جنسيات ديال دوك الدول اللي مشاو ليهم؟ هما عندهم هادو لي بابي ديالهم ولكن الجنسيه ما سولتهمش صراحه. يعني كيلعبوا واقيلا كيدير باسم المغرب. كيلعبوا بالدرابو المغربي طبيعي. واللي عرفت انا واحد الرياضه ولات اصبحت اولمبيه رياضه حضاريه من 2008 ولكن ما كاينش حضور في هاد الدورات اللي سبقات. تمام. علاش؟ بالنسبه للبي ام اكس في 2008 تماما. نعم. دخلت للرياضه الالعاب الاولمبيه. الجامعه الملكيه بحكم هذه الرياضه عندها جديده في السيد الرئيس ديال الجامعه الملكيه انه بدا في 2009 وباش يوجد وباش يدير وباش يقاد خص شويه تمويح. ما عندناش لابيس. لابيس شكون الرئيس ديال الجامعه؟ الجامعه ديال سباق الدراجات. هذا هو اللي ما عندناش لابيس. استاذ بالماحي. تمام استاذ بالماحي مشكور من هذا المنبر وكذلك الستاف تكنيك او المكتب الجامعي. لانه صراحه كيساعدوا الشباب وكيعمروا. اذا اللي فهمت دابا ان الرياضات الحضاريه قبل التاسيس ديال الجامعه في 2018 هذه الرياضه تابعه للجامعه الملكيه المغربيه للدراجات. نو لا على البي ميكس. البي ميكس في السباق عندنا واحد النوع اللي هو في العاب اولمبيه كما قلت يا استاذ تابعه للجامعه الملكيه سباق الدراجات الريسينغ اللي هي دخلت ضمن العاب اولمبيه. اما الفري سايل اللي هو اللعب الحر في الساحه وفي الشارع وفي الباك تابع للرياضه الحضاريه كما في لا فرانس كما في الدول الاخرى. الجامعه احتضنت صراحه احتضنت وبدات كتساعد ريتما تطور غير هو باش تصاوب واحد لابيس بواحد المعايير دوليه واولمبيه كتكلف بواحد شويه المبلغ اللي هو كبير. نعم. الجامعه كترتئي انها ريتما تحول
الساحه في غير دار الفيرودروم الجديد غيسقوا لا بيست اللي خاصه بالبي ام اكس. وحنا كننتظروا وحنا مع الجامعه كننتظروا ريتما تقاد الامور. وبالنسبه للتطوير ديال هاد الرياضات ديال السبور اوربان او سبور اكستريم في المغرب كاينه دابا الجامعه الملكيه سبق الجامعه الملكيه رياضه تحضيريه. هاد الجامعه الملكيه اللي هي جديده باش تحتضن الوليدات وتشجعهم وتطور هاد المواهب اللي يقدروا غدا يوليو هما الابطال ديال المغرب في العالم. كاين بلوكاج كاين جمود كاين جمود ورئيس الجامعه كيبلوكي الطاقات وكيبلوكي لي زاسوسياسيون الجاده اللي باغا تخدم. هذا هو الحكم ديالك وكيبقى تماما بحال الحق حق الرد للطرف الاخر والفاس بور مفتوح لجميع الاراء. مرحبا. هذا الشيء كيبينوا من 2009 من 2018 ل 2021 يعني 18 19 20 مده 3 سنوات ما كاين حتى شي حاجه. يعني القضيه واقفه. المنح كاينه وزاد كوفيد كيفاش تعاملتوا انتم مع الفتره ديال كوفيد هذه السنه هذه؟ واش وقفتوا الانشطه تماما؟ تم كما وقفوا العديد ديال الجامعات والانديه وهذا كما احنا كانديه وكجمعيات اللي هما صغار طبيعي الحال غنتبعوا سميتو حيت كنا بغينا البلاد ديالنا يحيد لنا هذا الوباء. صراحه حنا وراء المسؤولين وراء الناس اللي كيخافوا على الشعب ديالهم حنا معاهم. طبيعي الحال مصلحه الجميع مصلحه الجميع. واش عندكم شي كلمه قبل ما نختموا هذا اللقاء هذا؟ الكلمه اللي غادي نقول هو في المغرب عندنا طاقات وعندنا شباب انهم مستعد يضاهي الدول العالميه ويهز درابو ديالنا في العالم. كتبقى مساله ديال المحتضن اللي هو رئيس الجامعه اللي خاص بهذه الرياضات الحضريه انه يشوف وكذلك وزاره الشباب والرياضه. يعني عندنا طاقات كتبقى الباب عندهم والكره عندهم الا بغاو يحركوا هذه الرياضه فوالا. اما دابا راه ما محركش وحتى الاعلام خصو يتحرك معكم الاعلام مشكور صراحه. الاعلام كي كنتصلوا بهم ما كيبخلوش علينا وكيساعدوا هذه الرياضات رغم انها باقا ما خداتش بحقها في الاعلام. اذا سي احمد كنشكرك على هذا اللقاء. شكرا بزاف وتحيه للمستمع الفا سبور وكنضربوا لكم موعد في لقاء قادم ان شاء الله. تحيه. السلام عليكم.